دلوقتي عرفت انه كنا امبارح بنتكلم على الموضوع بتاع الفنان الكبير العظيم رشوان توفيق ومشكلته مع حفيده ومع جوز بنته وبنته. الان قالوا لي انه نزل فيديو. خدوا بالكوا انه الحكاية دي ليست فردية. يعني ما نتكلم على هذا الموضوع انه الناس تعامل اهلها بشكل جيد، انه الابناء يبقوا اوفياء. احنا طبعا امبارح شفنا جانب واحد من القصة اللي هو جانب الفنان الكبير رشوان توفيق. يبدو ان النهاردة هنبتدي نشوف الجانب الاخر، وقدامنا فيديو نزل على جريدة الوطن الغراء لو انا فاهم صح. وحنسمع الفيديو ده وبعد انا بحب جدي والمشاكل مش هتأثر على اخت بيه. نسمع جزء منه لو امكن لو سمحتم. اولا انا والدي ودي الحقيقه ما لناش اي صفه اللي احنا نرفع عليه حاجه زي دي، حتى دي مش قانونيه ولا يعني ليها اي اساس من الصحه، وما فيش حاجه من دي حصلت تمام، ومفيش حاجه تم، هي كلها مجرد دعوى مدنيه عاديه. الناس طبعا ما فيش اي نوع عليه من هذا اي مشكله، فهو الناس كلها نزاع بين اي اطراف عادي يقدر يلومه او يعيله او اي تصرف هو بيعمله، هو ربنا كلنا وخيره علينا كلنا، ما حدش يقدر ينكر ده. احنا بسبب الاخبار اللي هي مش صحيحة واللي اتقالت على لسان جد رشوان، ان كل الكلام ده اثر عليها طبعا، والناس كلها في تشهير بيها، والناس كلها داخلة بتشتمنا وتشتمني. هي مجرد دعوة مدنية، دعوة لالغاء توكيل تم بتصرفات الفاظ سيئة جدا. انا طبعا ان التصرفات دي تمت قلب وعاملة توكيل اللي هو والدتي كانت عاملها له طرف قلبها، وعاملة له اكتر من تحمل طبعا الكلام ده، توكيل مزبوط، الناس كلها قاعدة بتشتم. لا يجوز الغاءه الا بحضور الطرفين عشان ده والدها وعناية. طبعا النهاردة اول رد، واحنا قلنا الكلام ده امبارح ان احنا لسه ما سمعناش الطرف الاخر، ممكن يبقى فيه سوء تفاهم، ممكن يكون الفنان رشوان توفيق ما وصلوش الصورة بشكل واضح. حفيده بيقول والله دي دعوة مدنية علشان في ورق عايزين نظبطه او حاجة. خلينا